طيب خلونا نروح لتليفون مهم معانا، الحكم الدولي السابق والخبير التحكيمي والمحاضر التحكيمي الكابتن ناصر عباس. تحياتي ليك يا كابتن ناصر. تحياتي ليك يا كابتن اسامه، وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. من شويه بفند طبعا نادي بيراميدز بالامس مطلع بيان بيتكلم فيه عن التحكيم، معظم الانديه او كل الانديه استفادت من التحكيم. لو بنتكلم بالورقه والقلم، النادي الوحيد اللي تضرر من التحكيم السنه دي هو النادي الاهلي. فالنت حالات نادي بيراميدز اخذ فيها 3 نقاط وكان لا يستحق فيها 3 نقاط، واستفاد من التحكيم في حوالي 4-5 مباريات. رايك يا كابتن ناصر؟ طيب كابتن اسامه تسمح لي بس تديني فرصه صغيره، هبدا بحاجه مهمه جدا بمناسبه البيانات. النادي الاهلي اصدر بيان في بتاريخ 12/5/2024 كان ليه 4 مطالب. 4 مطالب النادي الاهلي طلب بيهم، كان اهمهم عنصرين مهمين جدا. العنصر الاول كان بخصوص اللاعبين المرهقين بدنيا وذهنيا نتيجه ان هم لعبوا في الدوري المصري 15 مباراه رسميه، وايضا لعبوا 10 مباريات رسميه اضافيه في ذلك الفتره، منها 4 مباريات في الدوري الافريقي، 3 مباريات في كاس العالم للانديه، مباراتين في السوبر المصري، مباراه في السوبر الافريقي. ومع ذلك لما المنتخب احتاج لاعبي النادي الاهلي، النادي الاهلي لم يعني يتاخر ابدا في ظل هذه المباريات الصعبه وضغوط المباراه والسفر اللي كان اللاعبين بيتحملوا هذه الفتره. وعاوز اقول ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر يا كابتن اسامه، دي جزئيه مهمه جدا كانت خاصه بضغط المباريات، وده لازم نقوله. النادي الاهلي ايضا في بتاريخ 12/5/2024 كان في مطلب مهم جدا جدا، وهو ان النادي الاهلي دايما بيتكلم على تحقيق العداله التحكيميه بين جميع الانديه يا كابتن اسامه، وده شيء مهم جدا. كان اول من طالبه بتحقيق العداله التحكيميه لجميع الانديه. وهنا اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا، وهي كانت بخصوص العنف الزائد والقوه المفرطه من بعض اللاعبين ضد لاعبي النادي الاهلي. واتكلم على نقطه مهمه جدا، ان على الحكام توفير الحمايه والبيئه الصالحه لجميع اللاعبين خاصه لاعبي النادي الاهلي، اللي احنا شفنا مباريات كان العنف فيها زائد جدا في هذه الفتره، بالاضافه الى تطوير منظومه الفار، بالاضافه الى تطوير المنظومه التحكيميه بما يحقق العداله التحكيميه لكل الانديه. طيب نيجي نقول من استفاد ومن تاثر. وانا بتكلم والله بتكلم بامانه بالورقه والقلم يا كابتن اسامه، بالورقه والقلم. لما نتكلم على النادي الاهلي ونجيب مباراه النادي الاهلي تاثر فيها وخسر نقاط، النادي الاهلي اكثر نادي تاثر بالتحكيم. وهنا عندنا المباريات وعندنا الحالات، احنا مش هنقول كلام مرسل، مش هنقول كلام مرسل. ده في نقطه مهمه، ده النادي الاهلي في بعض المباريات يا كابتن اسامه كانت هناك اخطاء تحكيميه ضده، ولكن بفوز الاهلي هذه الاخطاء نتيجه المباراه عدت الاجواء. هذه مباريات اكثر من 5 مباريات النادي الاهلي بيحقق الفوز، وعاوز اقول ان الاخطاء اللي موجوده ضد الاهلي بتتنسي نتيجه ان الاهلي بيفوز. ولكن احنا عندنا مباريات كثيره يا كابتن النادي الاهلي تاثر فيها، وانا هقول لك على سبيل المثال مباراه الاهلي والبنك الاهلي، مباراه ايضا الاهلي وبلديه المحله. لما اروح للمنافس، وزي ما قلت لما نتكلم في 4 مباريات للمنافس يا كابتن اسامه، جوله 21، جوله 23، الجوله 28 و27، من تعادل لفوز في اول مباراه كانت ما بين بيراميدز وفودر فيوتشر. احنا معانا الاول اللقطه بتاعت النادي الاهلي ومباراه البنك الاهلي وركله الجزاء الصحيحه للنادي الاهلي اللي ما احتسبهاش الكابتن محمود البنا، وكان على الفار الكابتن الحنفي. هذه المباراه كابتن معروفه، وكانت في الجوله 15 بالظبط كده، الدقيقه بالظبط 76 للنادي الاهلي كان فايز بهدفين مقابل هدف. بنتكلم في ركله الجزاء بكل المعايير، بكل الخبراء التحكيمي تتحسب، تبقى النادي الاهلي هنا بنتكلم في هدف ركله جزاء مهمه قوي، 2-1 ممكن تبقى 3-1، يعني المباراه خلصت و3 نقاط للاهلي. هنا بيروحوا النادي الاهلي خسر هذه المباراه بهذه الحاله التحكيميه اللي اعتقد كل من حللها اتكلم ان دي ركله جزاء صحيحه يا كابتن اسامه، ادي اول 3 نقاط للنادي الاهلي بيروحوا في هذه المباراه. بنتكلم كمان في مباراه، يعني عاوز اقول لك مدى العنف اللي تم فيها ولم يتخذ الحكام اي اجراء. نتكلم على مباراه بلديه المحله، الاهلي وبلديه المحله اللي انتهت بفوز النادي الاهلي. بنتكلم في الدقيقه ايه؟ في الدقيقه 36 تقريبا، بطاقه حمراء مفروض تطلع وتشهر للاعب البلديه،
النهارده الحكم لا يمحسش بالمخالفه ولم يشهر البطاقه الحمراء. عنف زياده على اكرم توفيق. ومعانا اللقطه وانت بتتكلم يا كابتن ناصر، بنعرض اللقطه والصوره، وطرد مليون في الميه لاعب البلديه، وكانت المباراه في الدقيقه 35 وكانت النتيجه 0-0 كمان، التعادل السلبي وقتها. حضرتك قلت باللقطه والصوره وبالدليل يا كابتن اسامه، وهو دوت النادي الاهلي، واحنا لما بنجيب الحالات ما بنقولش كلام مرسل. هذه الحاله في الدقيقه 36 يا كابتن اسامه، لما هذا اللاعب لم يطرد ولم تحتسب المخالفه، ايه المطلوب تاني؟ هذه اللعبه بنقول عليها استخدام القوه المفرطه ضد اللاعب النادي الاهلي اكرم توفيق. هنا الحكم لم يحتسب، والفار لم يساعد الحكم، وبنقول هل هذا مش خطا مؤثر؟ خطا مؤثر، اصابه لاعب ممكن، ممكن النادي الاهلي هنا كسب 2-1 ولكن كان هذا خطا مؤثر في نتيجه المباراه. ومع ذلك اكثر من مباراه اخرى النادي الاهلي فاز فيها بمثل هذه الحالات يا كابتن اسامه. هرجع بس للمنافس، وده شيء مهم جدا جدا، بنتكلم على المنافس لما في اربع مباريات، وانا قلت اربع جولات، بيحصل على ثمن من 8 نقاط ل 10 نقاط في مباريات فيها اخطاء تحكيميه هو استفاد منها. هو اكتر من استفاد من هذه الاخطاء يا كابتن اسامه. انا فندت الحالات يا كابتن ناصر عشان المشاهد اللي بيتابعنا يكون معانا بالصوره دايما، زي ما احنا بنجيب اللقطات دايما. عندنا اول مباراه، مباراه بيراميدز ومودرن فيوتشر، والحكم احتسب ركله جزاء لبيراميدز في الثواني الاخيره، وكانت النتيجه 2-1، واحتسب ركله جزاء في الدقيقه 90 غيرت نتيجه المباراه. وركله جزاء المدافع او اللاعب هو بيقع، الكرة خبطت في ايده وكان جت في ايده اللي بيسند عليها. معانا الصورة هاتوها لنا يا شباب لو سمحتوا. طيب كابتن اسامة بتتكلم على الدقيقة 90 واحتساب ركلة الجزاء، هقول لك على مفاجأة، مفاجأة كبيرة جدا. هذه الحالة تكررت في الدوري المصري بنفس نوعها، بنفس هيئتها، لم تحتسب ركلة الجزاء. زي ما حضرتك بتقول، اللاعب المدافع بيعمل تاكلينج، التاكلينج دوت الايد بتبقى سبورت للاعب، لما بتيجي تنزل على الأرض يا كابتن اسامة ايدك بتبقى سبورت ليك، وبالتالي هنا الايد في وضع طبيعي. هتقول لنا الصورة يا شباب لو سمحتوا. لما تيجي تحسب ركلة الجزاء الدقيقة 90، المباراة كانت 1-1 تقريبا، وتحسب ركلة الجزاء غير صحيحة بالمرة، لا هنا المنافس استفاد. وهذه ركلة الجزاء طبعا تم تسجيل منها هدف، ركلة الجزاء غير صحيحة. لو بنتكلم على المعايير يا كابتن، ودي مشكلة التحكيم، ان المعايير مش واحدة، المعايير مختلفة من مباراة لأخرى. على الرغم من المخالفة بتبقى من نفس النوع، لمسة اليد اللي حصلت فيه. معانا اللقطة يا كابتن ناصر وانت بتتكلم برضو على حالة مباراة بيراميدز ومودرن فيوتشر، وبص الدقيقة 89 و37 ثانية والنتيجة 1-1، والحق والكابتن نادر قمر الدولة بيحتسب ركلة الجزاء لبيراميدز بعد ما النتيجة 2-1 والتعادل. بيراميدز خد نقطتين ما كانوش من حقه في هذه المباراه ايضا. يبقى اول نقطتين بنتكلم فيهم على فكره يا كابتن اسامه، هنا نادر قمر الدوله اشار باستمرار اللعب ولم يحتسب المخالفه، ولكن هنا الفار بنقول طب ما الفار استدعى الحكم، هذه الحاله نفس الحاله حصلت ولم يستدعى الفار الحكم. تمام، نروح للمباراه الثانيه، مباراه بيراميدز وسيراميكا. مباراه بيراميدز وسيراميكا، وكان بيراميدز كسبان 2-1، وكان الهدف ده كان ممكن يتعادل بيه سيراميكا، وما كانش فيها تلامس تماما، ده بالعكس المدافع هو اللي رمى نفسه، هو اللي وقع نفسه، وكان هدف صحيح بنسبه 1000000% لسيراميكا. اتفضل. هذه الحاله كابتن كانت كره ثابته، كره ثابته، طلع مهاجم سيراميكا لم يرتكب اي مخالفه اطلاقا اطلاقا، وطلع لعب الكره براسه هدف، ما كانش فيه اي مخالفه من هذا اللاعب، للاسف طلعت الصافره باحتساب مخالفه على المهاجم. عايز اقول لك يا كابتن اسامه على فكره، مش احنا بس اللي بنحلل، جميع محللي القنوات ايضا أقروا إن هذه الحالة هدف صحيح، لا توجد مخالفة تسبق الهدف، وبالتالي بنتكلم في أيضا نقاط غير مستحقة استفاد منها المنافس. لما نيجي نتكلم في هدف التعادل وبنتكلم في الدقيقة 90، يعني خلاص المباراة كانت يعني بتلفظ أنفاسها، وبعدين هنا الهدف بيتلغي لسيراميكا. تأثر سيراميكا على فكرة، سيراميكا عمل بيان بعد هذه المباراة إن هو تأثر، وإن في هدف ملغي تم إلغائه بشكل غير صحيح من الحكام. طيب المباراة الثالثة بقى، مباراة اللي بتتلعب دلوقتي على الهواء، بيراميدز وسموحة، والهدف اللي هدف التعادل لبيراميدز اللي كان من فاول صريح قبل محكم الفار يروح ويرسم الخطوط، لكن كان في تدافع من مدافع بيراميدز للاعب سموحة.
هذه الحاله كابتن اسامه الحاله ايضا شوف الكل اجمع هنا المخالفه الدفع موجوده يعني انا شفت الحاله وهنا الحكم كان محمد سلامه ميدو اعتقد بنسبه 100% لم يشاهد هذه الحاله نتيجه ان كان هناك لاعبين حجبوا عن الرؤيه تكون المخالفه بهذا الشكل الركبه والايد والدفع وجميع اركان المخالفه موجوده وقلنا دايما لما بتيجي تحسب هدف لابد انك انت تشيك على الهدف قبل ما بتحسبه كان هنا الفار لابد ان هو تدخل بالقرار واستدعى الحكم لإلغاء هدف نتكلم في هذه المباراه كابتن اسامه سموحه كسبان 1-0 الهدف ده جه في الدقيقه الاخيره من وقت بدل الضائع من الشوط الاول تقريبا في الدقيقه 57 اتعادل 1-1 النهارده المباراه بتتعاد خلي بالك النهارده كمان مجامله اخرى في اعاده المباراه لما ترجع للائحه رابطه الانديه المحترفه عندنا وانت بتتكلم في ظرف قهري او ظرف حصل يعني خارج التنظيم يعني وشفنا كلنا عربيات المطافي والحريق اللي حصل النهارده يجب اعاده المباراه من بدايتها وفي نفس ملعب المباراه انت النهارده انت بتعاقب سموحه لما تاخد سموحه من استاد اسكندريه ملعبه اروح ناقل المباراه اروح اوديه برج العرب هي الافضليه هنا لما بتنقل المباراه لمين؟ الافضليه لبيراميدز مش لسموحه انت بتلعبني النهارده على ملعبي الامر الثاني واللائحه بتقول عندنا ظرف قهري باللي حصل ده وكلنا شفناه لازم المباراه النهارده ترجع من بدايتها من بدايه الشوط الاول. كابتن اسامه حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه هنروح لها في النقطه اللي جايه اللي هي اللوائح وعندما نتكلم عن اللوائح ولوائح لجنه المسابقه كل مسابقه ليها لائحه يا كابتن اسامه. لائحه الدوري المصري في بتتكلم فيه حاجتين اثنين يا اما المباراه تعاد بالكامل يا اما الفريق اللي تضرر يفوز 2-0. لما نتكلم على الظروف القهريه في اللائحه واضحه جدا المباراه تعاد بالكامل عارف اللي حصل يا كابتن اسامه؟ احنا ما خدناش بلائحه الاتحاد المصري وسيبنا البندين المهمين دولت اللي هي كان المفروض المباراه تعاد ورحنا للائحه الاتحاد الدولي. بمناسبه الاتحاد الدولي انت بتاخد بلائحه الاتحاد الدولي وانت المفترض انت عندك لائحه خاصه بيك. انا عندي لائحه وموجوده خاصه بيك والاتحاد الدولي بيقول ايه؟ على جميع الاتحادات الاهليه والانديه كل اتحاد اهلي بيحط لائحته طبقا للمسابقه بتاعته كابتن الاهلي. كابتن اسامه هنا بنتكلم في ايضا عدم تحقيق العداله في مباراه كان يجب ان تعاد بالكامل طبقا للائحه لجنه المسابقات. هنروح للمباراه الرابعه مباراه بيراميدز والمقاولين العرب والمباراه اللي كان عليها جدل ايضا كبير اللي حكمها حكم الساعه كابتن محمد الحنفي اللي يعني بعيد عن التحكيم بقاله سنه او سنتين نظرا لعدم تجاوزه يعني اختبارات اللياقه البدنيه وحكم المباراه. كابتن اسامه هنا نقف شويه مع احترامنا الكبير للكابتن محمد الحنفي وله كل الاحترام والتقدير والموضوع مش خاص بيه هو ابدا ولكن طبعا. هذه المباراه كابتن بنتكلم على فيتور بيريرا وانا هقول بقى يعني بمناسبه اللوائح عشان انت بتاخد اللوائح على حسب مزاجك انت لما النهارده الاتحاد الدولي الزم الاتحادات القاريه والاتحادات المحليه بان على الحكم عشان يلعب مباريات او يتعين لابد من ان هو يجتاز اختبار فيفا فيتنس تيست ده الاختبار الاساسي لجميع حكام مصر من اول الدرجه الثالثه احنا انت بتتكلم يا كابتن نصر احنا عارضين لائحه الفيفا في اختبارات اللياقه البدنيه المعتمده هوضح يا كابتن هنا عندي الاختبار المعتمد يا كابتن اسامه اللي هو الفيفا فيتنس تيست وهو بيشرح هنا الاختبار اختبار مش يعني لا داعي ما عندناش وقت نتكلم فيه ولكن هذا الاختبار اللي يجب انك انت كلجنه حكام محليه الحكم يجريه لو الحكم لم يوفق في الاختبار اول مره ليه فرصه ثانيه بتعيد له ممكن اول مره نتيجه اصابه ممكن يقدم تقرير طبي ممكن هذا وهذا بتدي له فرصه ثانيه وهذا ما حدث بالفعل مع الكابتن محمد الحنفي لم يوفق في الاختبار الاول ولم يوفق في الاختبار الثاني والدليل على كلام الراجل هنا اوقفوا عن اداره المباراه 12 شهر 12 شهر هنا بيقول لك في حاجه اسمها كابتن اسامه في الاختبارات الاختياريه اللي هي دايناميك اللي هو يو تيست ويو تيست ليفل 1 دي اختبارات قياس بدنيه وليس اختبارات معتمده تم عملها للراجل. الراجل طلع قال يا كابتن انا عملت لمحمد الحنفي اختبار سنجل دبل سنجل او اس دبل اس. هذا الاختبار غير معتمد بالاتحاد الدولي انا بقول لك بس ان احنا بنتكلم في اللوائح غير معتمد باتحاد دولي هذا الاختبار اللي الويفا عاملاه لحكامها اختبار لقياس ليفل اللياقه البدنيه مش اختبار حقيقي هو قال الكلام ده وغلط خلي بالك لما قال الكلام ده لما قالوا له
المفروض انك انت بتعمل اختبار طبقا للفيفا، مش عاوز اقول التفاصيل اللي جايه، ولكن كل خبراء التحكيم اجمعوا ان هذه المباراه يجب ان تعاد. تمام. لان شرط اساسي كابتن اسامه اخر حاجه يتجاوز. شرط اساسي ان الحكم يجتاز الاختبار الطبي او الكشف الطبي ويجتاز اختبار البدني فيفا فيتنس تيست، وهذا لم يحدث. تمام. نروح للمباراه الخامسه، مباراه بيراميدز وزد، كانت في الاسبوع ال 12 وحكمها الكابتن طارق مجدي، وكان على الفار الكابتن احمد الغندور، وكانت انتهت المباراه بالتعادل السلبي 0-0، وكان في ركله جزاء صحيحه ايضا لزد، برضه تغاضى عنها حكم المباراه كابتن طارق مجدي، وتم مجابله بيراميدز وقدر ياخد كمان يعني ثلاث نقاط. معانا ومعانا الصوره الاخيره برضه، يا ريت نعرضها يا شباب. اتفضل يا كابتن ناصر. تمام يا كابتن اسامه، احنا بنتكلم في تقريبا اربع مباريات بالاختصار النهارده، يعني ما بين 8 نقاط ل 10 نقاط انت المنافس تستفيد منهم بدون وجه حق نتيجه الاخطاء التحكيميه. طب ما تيجي نروح للنادي الاهلي يا كابتن. معانا برضه اللعبه الاخيره، مباراه الزد ومباراه بيراميدز، وكان في ركله جزاء صحيحه. بالظبط، احنا اتكلمنا كابتن اسامه دي اربع مباريات اخطاء تحكيميه، المنافس استفاد بعدد نقاط من 8 ل 10 نقاط. نتكلم في مباراه المقاولين، مباراه المقاولين يجب ان تعاد، وهنا في 3 بونت ايضا المنافس خدهم بدون وجه حق نتيجه ان الحكم لم يجري الاختبار. تعال نروح للنادي الاهلي بقى كابتن اسامه، زي ما قلت النادي الاهلي تاثر تقريبا بست نقاط، مباراتين في مباراه اللي هي البنك الاهلي والاهلي، مباراتين في التعادل، ولكن في مباراه اخرى النادي الاهلي لم يتاثر او اخطاء التحكيم ما اثرتش، النادي الاهلي فاز فيها وغطى على اخطاء التحكيميه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر.